السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب رحب بكل الناس وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. كل اللي طلبه أنك تروح على سريرك وتهدي الإضاءة وأنا هنزلك بصوت المطر. في 2017 رحت أخد كورس إنجليش في مركز من مراكز اللغات، وده مش عشان بحب الإنجليش ولا حاجة، لا، بس قلت يعني إيه أطور من نفسي. وفي يوم وأنا نازل من المركز شفتها على السلم بنت من أغرب البنات اللي شفتهم في حياتي. عينيها خضرة بشكل مريح، مريح جدا، ملامحها حادة تخليك تركز معاها، جسمها هزيل لكن كانت لابسة بنطلون جينز وتشيرت، وشعرها كان أصفر لكن كان وحش بصراحة، كان قصير وهايش ومقصف، بس خطفتني كده، يعني قلبي اتحرك من جواه. أنا ما بعرفش عاكس ومش عايز أعكسها لكن عايز أكلمها، فلقيتني بقول لها السلام عليكم، وطبعا ما ردتش السلام وطلعت. روحت وصورتها مش عايزة تروح من بالي، كل ما غمض عيني بشوفها. في الأسبوع التاني وبعد ما خلصت فضلت واقف على السلم استناها ومحضر في دماغي بقى كل أساليب الشقط الحديثة، وأول ما شفتها طلع اتثبت ولقيتني بقول لها السلام عليكم. ما ردتش عليا وطلعت السلم. قلت والله ما هروح، أنا هطلع وأشوف دي بتاخد إيه وبتعمل إيه. فطلعت ودخلت المركز لقيتها دخلت اوضه، رحت للسكرتيره وقلت لها هو هنا كورس ايه؟ قالت لي روسي. قلت روسي؟ قلت لها طيب انا عايز اخد كورس روسي. قالت لي تمام، هنستنى اما مجموعه تكمل لان المجموعه دي متقدمه شويه. قلت لها لا طب ما انا كويس في الروسي بس محتاج بس يعني اقوي نفسي شويه. طيب هي يعني هم واصلين للليفل كام؟ طيب وعرفت منها واصلين للليفل كام. نزلت من المركز جري على أول مكتبة وجبت منها كتاب كيف تتعلم الروسية في 6 أيام، ورحت البيت وحملت كمية رهيبة من كورسات اللغة الروسي، وفضلت أذاكر وأحفظ في كلمات. لو كنت ذاكرت المذاكرة دي في الثانوية عامة كنت دخلت طب، وقدرت في 6 أيام يعني أكون كويس جدا في اللغة الروسية. ورحت المركز وعملت الاختبار وفعلا بقيت في مجموعتها. ما كنتش مصدق نفسي، كنت طاير من الفرحة. وأول يوم ليا في الكورس فضلت قاعدة بصلها وكنت مستني بفارغ الصبر إن هي تنطق تتكلم علشان أسمع صوتها، لحد ما المستر نادى عليها وقال لها داليدا. صوتها كان ساحر جدا جدا جدا، كانت بتتكلم بالروسي بس بركوز وهدوء وبنغم. كان نفسي أكلمها بأي طريقة وحاولت، لكن هي دايما كانت بتصدني وما كانتش بتنطق خالص. وفي يوم قررت أمشي وراها عشان أعرف ساكنة فين وبيتها فين، وفعلا مشيت وراها ولقيتها ساكنة في منطقة راقية جدا، وده يعني ده خلاني استغرب. طب هي ساكنة في منطقة راقية كده ازاي مش معها عربية؟ ازاي ما مش حد بيوصلها؟ ازاي مش مهتمة بشعرها كده؟ في ايه؟ العمارة اللي ساكنة فيها فيها سيكوريتي تحت، فانا مش هينفع اطلع. لكن ب100 جنيه عرفت ان هي ساكنة في الدور الثالث وعايشة مع جدتها. وفي يوم في الكورس استغليت انشغالها وسرقت أجندة كانت باعها دايما عشان استغل ده في المرة اللي بعد كده بان انا افتح معاها كلام. وروحت البيت جري وانا حاضن الأجندة بتاعتها وقعدت على السرير وفتحتها. هي كانت بتكتب بقلم من الفحم زي بتاع الرسامين ده، وكان كتاباتها منظمة جدا ومرسومة كده، الحروف كلها مرسومة. ولقيت في اول صفحة كلمات مكتوبة بالروسي ترجمتها عندما تنادي السماء على الأرض ستنفجر البراكين وتنهار السيول وكلام كده، وفي الآخر يعني وفي كلمات مش فاهمها، وفي الآخر لقيت حينها سأظهر في بابل. فأنا توقعت إن ده شعر، يعني ده شعر بالروسي أو كده، وفكرت إن بابل ده هو الكاتب أو هو صاحب الكلام ده. ما اهتمتش قوي بالكلام ده لأن الصفحة اللي بعد كده كانت كارثة، كان مكتوب فيها بالروسي برضو ترجمتها أتمنى أن يحترق والدي في الجحيم الأبدي. وده خلاني أسأل نفسي يعني سواء أن أبوها ومامتها عايشين أو ميتين إزاي هي تتمنى لهم كده. الموضوع كده بقى صعب لأنها لو عرفت أن الأجندة دي معايا أكيد هتتضايق لأن فيها يعتبر أسرار أو كلمات خاصة بيها يعني. فقررت أخلي الأجندة دي عندي في البيت واروح وما اجيبش السيره. وانا على السلم بتاع العماره اللي فيها المركز لقيتها مستنياني، وبصوت كله حده لقيتها بتقول لي فين الاجنده. قلت لها اجنده ايه؟ قالت لي فين الاجنده.
قلت لها اصبري بس، قالت لي انت ازاي تعمل حاجه زي كده، وفضلت تهاجمني. انا ما كنتش عارف اقول لها ايه وهي عماله تهاجمني، وانا عماله اقول لها طب انا اسف، طب انا اسف، طب انا اسف. وفجاه لقيتني بقول لها انا بحبك. بصيت لي بكل غل كده وقالت لي تعالى معايا نجيب الاجنده. مشيت معاها وانا مشاعري متلخبطه، مش عارف فرحان ولا زعلان. حاولت اكلمها لكن قالت لي ما تفتحش بقك الا لما تجيب لي الاجنده. وصلنا بسرعه البيت وطلعت جبت لها الاجنده ونزلت وقلت لها انا اسف. شدد مني الاجنده وسابتني ومشت. وده كان اخر يوم شفتها فيه في المركز، ما عادتش راحت المركز تاني. وانا طبعا عشان هي ما عادتش بتروح انا ما عادتش بروح. فضلت حوالي 3 شهور عندي اكتئاب وزعلان من اللي انا عملته، وهل انا كده زعلتها او جرحتها او ضايقتها. واتجننت اكتر لما رحت عند بيتها وعرفت ان هي نقلت من الشقه اللي كانت فيها هي وجدتها. رحت بسرعه المركز اللي كنا بناخد فيه الكورس، ورحت للسكرتيره واسترجتها ان هي تجيب لي الرقم من بياناتها، ومع الحاح جابت لي الرقم. نزلت من المركز واتصلت بيها وردت عليا. قلت لها دليدا انت بخير؟ لقيتها بتقول لي انت مصطفى؟ قلت لها انا مصطفى. قالت لي مصطفى انا محتاجاك حالا. قلت لها انت فين؟ دلتني على المكان. رحت لقيت جدتها تعبانه جدا، بس جدتها كان لونها مزرق، مش اللون الطبيعي، لونها مزرق. انا شفت المنظر اتخضيت، قلت لها هي كده ميته ولا ايه؟ قالت لي لا، يا جدتي بتعاني من مرض عباره عن نقص الاكسجين في الدم، ومحتاجين حالا 4 اكياس دم. قلت لها طب ما ننقلها المستشفى وهم هيتصرفوا. قالت لي لا، هو الموضوع بسيط، بس احنا محتاجين دم باقصى سرعه. نزلت اجري على اصحابي علشان اجمع اكبر قدر من الشباب علشان نجمع الدم. لكن وانا في الطريق افتكرت، قلت طب هي فصيله دمها ايه؟ طب انا هجيب لها دم ايه؟ اتصلت بيها وقلت لها جدتك فصيله دمها ايه؟ قالت لي يا مصطفى انا عايز 4 اكياس دم. مالكش دعوه بالفصيله، انا هعرف اتصرف. كلمت كل اصحابي وواحد فيهم قال لي انا ممكن اجيب لك 4 اكياس الدم دول من مستشفى بثمن معين. قلت له موافق، ورحنا فعلا جبنا الـ4 اكياس. وطلعت جري على دليدا. دليدا اخذت مني الاكياس وقفلت الباب في وشي، بس انا عذرتها لانها في وقت ما تتحاسبش عليه، جدتها تعبانه جدا وعايزه تلحقها. روحت البيت وانا فرحان جدا اني سمعت صوت دليدا. تاني يوم خدت بوكيه ورد ورحت عشان ازورهم. فتحت لي دليدا وكانت في اجمل صوره، كانت شبه حتى من السما كده. قالت لي اتفضل. دخلت شفت جدتها، قلت لها الحمد لله على السلامه. قالت لي الله يسلمك يا ابني، انا دليدا قالت لي على اللي انت عملته وانا متشكره جدا. قلت لها انا ما عملتش غير الواجب والف حمد لله على سلامتك. في الوقت ده دليدا قالت لي تعالى انا عايزك في موضوع. دليدا قالت لي ايه حكايتك بقى، وانت بتعمل معايا كده ليه، وليه بتطردني وكده. حكيت لها كل حاجه من اول البدايه خالص. فضلت تبتسم، وكانت في اليوم ده غايه في الجمال، غايه في الجمال. وكان اول مره اشوف فيها دليدا بتبتسم. وقالت لي بكل هدوء انا ما عنديش مشكله ان احنا نبقى اصحاب، بس على شرط ما تسالنيش عن اي حاجه. عشق دليدا خلاني اوافق، وعشت مع دليدا اجمل 6 شهور في حياتي. كنت عايش عشان اشوفها بتبتسم، بس كانت كل فتره بتطلب مني 4 اكياس دم، وكنت اجيب لها الدم بنفس الطريقه. انا كنت كل يوم بروح لدليدا البيت واقعد معاها نص ساعه ومع جدتها واطمن عليها واخد بعضي وانزل. وفي يوم ما لقيتش دليدا في البيت. قلت لنفسي ده انسب وقت عشان اعرف كل حاجه عن دليدا. قعدت مع جدتها شويه وقعدنا ندردش، وقلت لها هي دليدا يتيمه؟ بصيت لي كده قالت لي انت ليه بتسال السؤال ده؟ قلت لها يعني اصل ما شفتش قبل كده باباها ومامتها. قالت لي لا، باباها ومامتها مسافرين. قلت لها طب هي ايه علاقتها بباباها ومامتها؟ قالت لي انت عايز توصل لايه؟ قلت لها بصراحه انا بحب دليدا جدا وعايز ارتبط بيها. قالت لي بص يا ابني، انا هقول لك شويه حاجات عن دليدا، لو موافق بالوضع ده خلاص خش واتكلم وكلام من ده، لو ما وافقتش ولا كانك سمعت حاجه مني. جدتها قالت لي ايه بقى؟ قالت لي ان دليدا كانت مسافره مع اهلها بره، وحبت واحد وارتبطت بيه، واهلها ما كانوش موافقين على الشخص ده، لكن دليدا هربت معاه واتجوزته وانجبت منه طفل. لكن جوزها ده كان مدمن للمخدرات والويسكي وكده، وانفصلوا، وهي رجعت لاهلها بالطفل، فاهلها ما كانوش مرحبين بيها اصلا، والطفل تعب وتوفى.
فهي دليدة حست ان اهلها هم السبب في موت ابنها، وزالت منهم ونزلت على مصر. انا طبعا سمعت الكلام ده وقلت لها: دليدة مين اللي بتتكلمي على دليدة؟ قالت لي: اه يا ابني. قلت لها: دليدة عندها 21 سنة، تتكلمي يعني اتجوزت عندها 15 سنة؟ قالت لي: انا اللي بحكوه لك ده اللي حصل. انا قلت لها: طب تمام، وانا ما كنتش عارف اصلا بقول ايه. ونزلت وروحت البيت وقعدت افكر في الموضوع: هل انا اقبل ان انا اتجوز واحده كانت متجوزه قبلي ومخلفه، ولا ابعد عنها؟ ولا فضلت فتره بعيد عن دليده. وفي يوم لقيت دليده بتتصل بيا بتقول لي: مصطفى الحقني، انا عايز 4 اكياس دم وجدتي تعبانه وكده. قلت لها: لا انا مسافر حاليا ومش هعرف اجي، هحاول كده اتصرف، لو كده هكلمك يعني. قفلت في وشي، وعرفت بعدها ب3 ايام ان جدتها توفت. حسيت بذنب فظيع، وحسيت ان انا السبب في ان جدتها توفت. وفضلت اسبوع من يعني بتصل، بحاول اتصل بيها واحاول اروح لها، مش موجوده في البيت ولا بترد علي. فضلت كل يوم اروح عند البيت وارن الجرس وما تردش علي. وفي يوم من الايام وانا نازل لقيتها طلع السلم، بس كان شكلها مرهق جدا وتعبان جدا، وكأنها ما كلتش بقالها شهور. قلت لها: دليدة انت كويسة؟ بصت لي وفجأة لقيتها بتقع. شلتها بسرعة وخدت المفاتيح من شنطتها وفتحت الباب ودخلت وحطيتها على السرير. حاولت افوقها وفعلا فاقت. قلت لها: دليدة اتصلك بالدكتور؟ قالت لي: لا لا انا تمام انا تمام. قلت لها: مالك يا دليدة؟ هي كانت شكلها تعبان جدا، وكانت مزرقة برضو نفس حوار جدتها. قلت لها: دليدة انا مش هسكت، انا لازم اطمن عليكي، احنا لازم نروح للدكتور حالا، لازم نعمل لك فحص. شدتني لحضنها جامد وفضلت حضناني جامد، ولقيتها بتقول لي: مصطفى انا عايزه دم. قلت لها: دليدة احنا ما ينفعش نستمر كده، انت لو تعبانه نفس التعب بتاع جدتك احنا لازم نروح للدكتور ولازم نعمل حل للموضوع ده، مش هينفع نعيش طول عمرنا كده. وبعدين انت جدتك اتوفت عشان ما عرفناش نجيب لها دم. طب وبعدين احنا لازم نعرف ايه المشكله، انا اول مره اشوف يعني اول مره اشوف مرض بالشكل ده. قالت لي: هات لي دم وانا هبقى كويسه وبكره نتكلم في الموضوع ده. طبعا طلعت اجري وجبت لها الدم ورحت لها. قالت لي: لو سمحت يا مصطفى سيبني لوحدي وانا هكلمك بكره وافهمك ايه الدنيا. خدت بعضي وانا طبعا متضايق ونمت، ورحت لها تاني يوم. قعدنا مع بعض وقلت لها: لو سمحت يا دليدة ممكن تشرحي لي ايه اللي بيحصل ده، وانت عندك ايه بالظبط؟ قالت لي ان هي بتعاني هي وعيلتها من مرض اسمه متلازمة نقص الاكسجين في الدم، وان ده مرض وراثي، وان هي بتحاول تشوف له علاج يعني، وان هو ملوش علاج في مصر، وان الحالات دي في العالم نادرة جدا يعني. قلت لها: طب ايه العمل؟ قالت لي: ما تقلقش انا باخد دواء معين، وانا عارفه يعني عارفه اتعامل مع المرض ده، بس ساعات لما بتعب قوي بحتاج دم يعني، فعشان كده عايزاك جنبي لو احتاجتك يعني. قلت لها: تمام انا تحت امرك. سبتها ورحت البيت وقعدت ابحث في النت وكده، ما لقيتش حاجه اصلا اسمها كده، ما لقيتش حاجه اسمها نقص الاكسجين في الدم والكلام اللي هي قالته لي ده، بس قلت اكيد ده مرض نادر يعني، مش موجود على النت اصلا. بس صدقتها ساعتها، صدقتها لان كلامها كان مقنع جدا. لحد في يوم ما كنت قاعد معاها وتعورت في صباعي من سكينه يعني، لقيتها مسكت ايدي ومسكت صباعي وفضلت تمص في الدم اللي خارج من صباعي، وتضغط عليه وتطلع دم اكتر وتمص. هي كانت بتعمل ده بشكل ان هو يعني رومانسيه وكده، بس انا الموقف خضني اصلا، وشديت صباعي بسرعه وقلت لها: انت بتعملي ايه؟ قالت لي: انا كنت مفكره انك بتحبني. وزعلت كده. قلت لها: دليدة انا مش بحب كده، انا بعشقك. وساعتها طلبت منها الجواز. قالت لي: مصطفى انت ما تعرفش حاجه عني. قلت لها: انا مش عايز اعرف حاجه عنك، انا كل اللي اعرفه ان انا عايز اعيش معاكي. قالت لي: طب ثانيه واحده. وسابتني وخرجت بره. اتاخرت شويه فقلقت، رحت اشوف بتعمل ايه. ببص لقيتها في المطبخ وهي كان عندها قطة والدة، لقيتها ماسكة قطة صغيرة من ولاد القطة دي، وماسكاها من رقبتها وبتمص في دمها. المنظر كان بشع لدرجة ما حدش يتخيلها، منظر بشع جدا.
لدرجة ان انا ما قدرتش امسك نفسي وجريت عليها وزقتها، وقعت على الارض وانا فضلت اشتم فيها. ما قدرتش امسك نفسي بصراحة، كان منظر بشع. سبتها ومشيت وروحت البيت، وانا انا مش لاقي مبرر اللي حصل. انا مش عارف في ايه اللي بيحصل. هي دي مصاصة دماء؟ هو في حاجة اسمها مصاصة دماء اصلا؟ في اليوم ده انا قررت اقطع علاقتي بيها خالص. قلت ماليش دعوة بقى، عيانة مش عيانة، عفريتة مصاصة دماء، انا ماليش دعوة. انا القصة كده معايا انتهت. ودليدة كانت شخصيتها عنيدة وحادة، يعني لو زعلانين من بعض عمرها ما هتكلمني، لو انا ما اتكلمتش عمرها ما هتكلمني. فانا استغليت ده وفضلت بعيد عن دليدة لمدة 6 شهور، لحد ما في يوم وانا نازل من بيتنا لقيت دليدة في وشي، ولقيتها بتقول لي مصطفى انا جاي عشان اودعك، انا هسافر روسيا، وبغض النظر عن اللي حصل احنا كده كده مش هننفع بعض، انت ما تعرفش اي حاجة عني. قلت لها لا يا دليدة انا عارف كل حاجة عنك وكنت موافق، بس اللي شفته ده ملوش اي مبرر. قالت لي يعني انت تعرف ان ابني مات عشان ما لقاش كيس دم نفس فصلته؟ قلت لها ايوه، ده ايه علاقته بان انت باللي انا شفته ده؟ قالت لي مصطفى انت عندك نت في البيت؟ قلت لها اه طبعا. قالت لي طب تعالى نطلع البيت. قالت لي مصطفى في حاجة اسمها الدم الذهبي، الدم الذهبي ده فصيلة دم نادرة على مستوى العالم، في 43 شخص بس على مستوى العالم هم اللي دمهم بيسمى الدم الذهبي. قلت لها يعني ايه؟ مش فاهم. قالت لي الدم الذهبي ده يعني ممكن يتبرع لأي دم، يعني دمه ينفع لأي فصيلة دم تاني. ووريتني ده فعلا على اللاب. قلت لها برضو مش فاهم يعني عايز توصل لإيه، مش فاهم. فضلت تشرح لي حاجات علمية. قالت لي مثلا إن الست الحامل لو فصيلة دمها مختلفة عن فصيلة دم الجنين اللي في بطنها ممكن يسبب لها ده في تسمم الحمل، أو إن ابنها يطلع معاق، أو هتقولي معلومات بصراحة أنا أول مرة أسمعها في تاريخ حياتي. لكن كانت كل ما تتكلم كانت بتفتح اللاب وتطلع لي ده من على النت. قالت لي كمان إن في ملايين البشر بيموتوا على مستوى العالم عشان كان ناقصهم كيس دم وما لقوش الفصيلة بتاعتهم، ده تسبب لموتهم. قلت لها برضو ده ايه علاقته باللي انا شفته؟ قالت لي مصطفى انا شغالة على بحث علمي هينقل البشرية نقلة تانية، احنا هنوحد فصيلة الدم بحيث ان اي حد يحتاج اي دم في اي وقت اي حد قريب منه ممكن يتبرع له. قالت لي ان هي جابت عينة دم من واحد دمه ذهبي، وان هي شغالة على الموضوع ده، وهي مستخدمة نفسها زي فرد تجارب يعني. ووريتني كمان بقى على اليوتيوب ناس قبائل معينة بتمص دم الجاموسة، وفي ناس بتمص دم مش عارف عشان توصل لحاجات معينة يعني، والناس دول عايشين وحياتهم تمام. فضلت تشرح لي حاجات كتير علمية انا طبعا مش فاهم نصها، واول مرة اسمع الكلام ده واول مرة اشوف الكلام ده، بس هي طلعت نفسها ان هي بطلة يعني وبتضحي بنفسها في سبيل البشرية وفي سبيل البحث العلمي وكلام من ده. وفي الاخر قالت لي انا طيرتي كمان نص ساعه. قلت لها طب ازاي؟ طب ما قلتليش ليه الكلام ده من زمان؟ وحسيت بجد ان انا ظلمتها، وان هي انسانه يعني بتضحي بنفسها في سبيل البشريه، حاجه عظيمه جدا. فتاثرت جدا وخدنا بعض ورحنا المطار ووصلتها فعلا وركبت الطياره، وانا ما كنتش قادر احبس دموعي وندمي واسفي، وكنت حزين جدا ان هي هتسافر وتسيبني. روحت البيت وانا زعلان جدا، لكن اكتشفت ان هي نسيت شنطه صغيره. فرحت جدا بالشنطه دي، قلت حاجه من ريحتها وحاجه تفكرني بيها. مسكت الشنطه وفتحتها لقيت فيها الاجنده. فتحت الاجنده ولقيت كاتبه كلام جديد ومعادلات حسابيه وحاجات كده. بقلب في الصفحات لقيتها كاتبه خلاصه تجربتي مع جماعه نيروس. دخلت على النت بسرعة وعملت سيرش بالاسم ده، اكتشفت انها جماعة لعبدة الشيطان في كندا. رجعت تاني للأجندة اقلب لقيت خلاصة تجربتي مع جماعة تانية، اخش الاقيها جماعة تانية بتعبد الشيطان في منطقة تانية، وفي نصوص كتيرة لما ترجمتها لقيتها تمجيد للشيطان وزي دعاء للشيطان وحاجات كده، حاجات غريبة جدا. بحس كمان عن الكلام اللي كنت قريته زمان اللي هي عندما تنادي السماء على الأرض وبراكين والكلام ده، لقيتها تعويذة مستخدمة في بابل قديما ليها علاقة برضو بعبدة الشيطان وتمجيد الشيطان
وحاجات حاجات مرعبة جدا. وآخر حاجة كتبها في الأجندة هي جماعة معينة، لما بحثت عنها على النت لقيتهم جماعة بيعيشوا في روسيا وبيعبدوا الشيطان برضو، ومن طقوسهم شرب الدم وأكل الموتى، وإن شرب الدم هو الشيء المقدس عند الشيطان. قفلت الأجندة ورميتها. أنا طبعا اتقطعت علاقتي بدليدة من حوالي سنة ونص، بس لحد الآن مش عارف هل هي كل ده البحث علمي ولا هي كانت بتعبد الشيطان. لو انت بتسمعني لحد دلوقتي فانا بتمنى لك دوم الصحة والعافية، وعايز اقولك انت اخويا الشق عشان كملت الفيديو للاخر، وعايز اقولك ان القصة دي كلها من الاول للاخر خيالية ومن تأليفي، وتصبح على خير.